رمضان وشوارع العاصمه راهي تشهد اكتظاظ كبير للسيارات، كاين اختناق مروري، واش رايك انت؟ لان هنا كاين الغايب في القانون. القانون في شهر رمضان يكون فيه تنظيم وتكون توعيه من السلطات، يكون تنظيم للمواطنين ويوعيهم على السيكلاسيون على العام ماشي غير في رمضان. انا باسكو راني عندي سياره ونجول بها كي نروح نخدمها ولا نشوف بلي لا سيكلاسيون راهي كثرت ماشي غير في رمضان، في رمضان راهي كثرت اكثر من مع العوام اللي فاتوا. عندك الحق صح، العوام فاتوا لا غالب واش نقولوا بالك تزازت تعمت بالناس وناس كاع شاو الكارس كاع شاو الكارس سير في الطلاقات دوك بون كي رمضان كي الفطار كيف كيف لا كومبلومون على راسها بزاف بزاف. سوا تبكر ولا ما تبكرش باش تلحق الخدمه ديالك ضربت السوايع من الدار لهنا الشومال ضربت السوايع باش تلحق. سوء التنظيم واغلب الطرق مغلوقه، اغلب الطرق مغلوقه سواء بحواجز سواء وخاصه كوم لي باراج اللي دايرينهم في لي زوطوروت سي طرو اكزاجيري. انا جيت مبير خادم باش نروح لباب الواد ولا جيت في الشارع وفي موين ترونسبور كاليته كبيره ما نجموش ما نجمش تشركي لي بالطوموبيل والله ما نجموش تشركي لي مغلوقه سيرتو حنا في بير خادم باش تخرج من بير خادم يجيب لك ساعه. هذا وجيت من بليد انايا كارثه والله كارثه يا خويا. بليد دوكا برتوتا كدا منا كاتاستروف يا خويا. نكذب عليك خويا واحد نورمالمون دو بوف ندير دومي في الفطار دوك في رمضان قريب ساعه وعشر دقائق واش اثرت عليا كانوا معنا ديفيو داخل الكار ومنا مع صيام كدا والله فريمون سي ديزولون يا خويا. حتى ما فهمناش حنايا ديك نبداو كونجي لي فاكونس ما كبروهم في الطريق من ميتيودو معنا بالنا بزاف يا خويا بزاف درنا الحال يا خويا الطريق هذا. لا متقاعد عندي سياره وما نسافرش بها. نمشي نفضل نمشي في الاوتوبيس نفضل نمشي في الترامواي نفضل نمشي على رجلي وما نمشيش بالسياره. على جال الاختناق على جال الاكتظاظ وهكذا راني حر. لا ماجوريتي الناس مازال ما كما نقولوا بولو مازال ما يخدموا دي زيتيديون مازال تانيت وتعرف لا بيريود مازال في سيفا مازال ما بدات فريمون مازال دونك شهر رمضان وكونترار يقوى فيها مشتريه الناس تشري العيد سيدي والناس تشري باش تاكل سي اكوز دو سا باسكو الناس تحوس وين رخيص الحال يروح يشري زوا ولا مساكن خاويين بزاف الوغ اي في وقت واحد كل واحد كيفاش المورال تاعو وين يروح وين يقصد الوغ كل واحد يقول لك انا نروح لشومون بخير واحد يقول لك انا نروح للميسونيه خير واحد يقول لك نروح للسونتر كوميرسيال خير الوغ سي بور سا كل واحد من بعد يوقع فيها البوسكولاج في الطريق. الطرق مازال يعني لو فوليوم دو فواتور زاد والطرق مازال هما يعني باش يوسعوا الطريق يبنيوا باطيما نورمالمون لي كونستركسيون تاعهم يروحوا يديروا في لي تيران اكسيدونتي وكذا والطرق هذوما الفلاحيه والطرق تاع اللي يمشوا فيهم باش يوسعوا الطرق ماهمش يخدموها بسوليمون يعني لوطوروت كي تصيب اوطوروت فيها اونكور مغلوقه خلاص واش تهضر على لي بتي تري اللي فات كان شويه ناقصه على هذا العام. هذا العام هذا العام راهي بزاف. علاش في رايك راهي بزاف هذا العام؟ نقول لك نشوفوا بلي السيد حبسوا كونجي وكذا بصح مازال اكتظاظ هذا في السياره. نقول لك صح بالك الناس راهي كاع الناس ما كانش عائله اللي ما عندهاش كروسه زوج ثلاثه في العائله وزيد الناس تحب تقول لك انا في رمضان نخرج نجول شويه اللي ما يقراش يخرج ولاده دونك سي بور سا اللي راهي من العوام اللي فاتوا كانت شويه ناقصه على هذا العام. قرار كاع تقول ما كتقول انا في الفطار ماشي في رمضان خو اون ديري انا في مانيش عارف السبا وين راهي ما على باليش اسكو كي كلش هنا في الجي سونتر ولا مازال ما لقيناش الحل ما لقيناش السبا تاع الغاشي. علاش وضاري رمضان بارابور رمضان اللي فات كان شويه فارغه الحال كان شويه العام هذايا قراب العام هذا ما شاف اسكو راهم يوجدوا باش يدوا لي فاكونس مور رمضان عم يخدموا فيها في رمضان باش يدوا لي فاكونس مور رمضان سي يعني خدام وسيا كاينه بصح لا بيريود كيما نقولوا في جو سوما ما ناخذهاش طوموبيل اه يفون ميو نمشي خير يفون ميو نمشي خير هكذا تقلق بالك بيان سي نتقلق مع السيكيلاسيون نتقلق مع الكلاكسون تعرف اي هذه شحال العشريه الاخرانيه هذه فيها بزاف لا كومبرومون. كاين اللي عنده سبع كراس في الدار يروح من باب الواد للشامانه يدي طونوبيل كاين اللي يروح من بوزريعه للشوفالي يدي طونوبيل لا كومبرومون ما تخلاش والدوله ما دارتش حسابات تاعها يجيب كيف ما تنقصش لا كومبرومون امبوسيبل تنقص لا كومبرومون خلاه كاين اللي عنده بزاف طوموبيل بكري كانت عندهم
في دار تصيب طوموبيل وحده دوكا عنده سبعه. سي نورمال سي نورمال لا سيركلاسيون في لي كاتو سي نورمال. انا رانا نمشي هابي ونلقى لا سيركلاسيون زكزاك في الطريق والله العظيم. والله راسي يكون تنظيم كل السلطات تاخذ الاجراءات حتى تكون يكون المواطن في راحه. اذا كان نخرجوا تلحق الربعه تاع العشيه الناس كامل تخرج، اللي عنده سياره يخرج بها، عائلات كامل يخرجوا بالسيارات باش يروح يشريوا كيلو زلابي ولا كيلو قلب اللوز. هنا راح يولي التصادم بيناتهم، هنا ما كاينش الثقافه المروريه. ومول الافطار لو كان تزيد واحد ان كاردور مول الافطار ما تجيب تخرج من الدار، ما تجيب تخرج من الدار، لازم غير تفطر تخرج، ولا كشو عندك كاش خدمه ولا شغل ولا تروح تزور كاش مريض ولا هادي. يعني. الويكاند ناس خارجه داخله ما واش نقول واش كاين ما على باليش يا اخو. سيركيلاسيون يا اخو في هذا رمضان. وحتى هنا في اجي سونتر حنا المدنيه ثاني عندنا واحد رونبوا تما ثاني كارثه. واحد رونبوا ثاني توجور مامو يكون بوليس تما معاك معايا مامو. العوام اللي فاتوا رمضان هذا راه يكثر. هذه سي لوجيك خونا مع السيارات اللي قوا وكذا منا، هذه حاجه تسمى ماشي اوكو ترونسبور كاين شمان تفار مترو تراموا كذا ومازال الازدحام. راني مكاري انايا ما راني تلفت لي وين نروح، راني حاب نروح صح تلفت لي وين نروح باسكو في بالك مغلقه وين في وين ندير في بالي ما مغلقه. الو راني نستنى تكالما شويه الحاله الا تكالمت ويا مع العشيه اللي يزيد يقوى العشيه. انا نمشي ابي من عندي الطوموبيل بصح ما نمشيش بها، نمشي ابي لا سيركيلاسيون. دوك يتقلقوا العباد حاجه والو ينوض يدار معاك وينوض على بالك الوقت تاع بكري وتاع دوك ماشي كيف كيف. ابي ابي خير من مليحه ابي واش كيما نقولوا من الحراش للباب الواد دير ثلاث سوايع. لا كاين لي زور دو بوانت، لي زور دو بوانت هادو ما فيهم 14 سيت طافي نورمال صادي الناس تخرج كامل كيف كيف وتدخل كامل كيف كيف، هذه حاجه عاديه. ولكن السلطات غايبه شويه اللي مستكلفه بالنظام المرور هذا. هذا هو السبب الاول. ومن بعد السبب تاع الناس ثاني كاين ناس ثاني كيروح يشكر راح للطوموبيل.